مش احنا ساعتها قعدنا على الرصيف وربنا كرمنا بهذا؟ فهذا رمز لما يجب ان يعني اذا حب الناس يعرفوا طريقهم هيمشي ازاي. يعني انا جاي اقعد على الرصيف زي الناس ومع الناس زي ما عملنا زمان. يلا Thank you.
البلد ضايعة. أنا راجل عميد جيش سابق ومحامي حالي، بقول لك الجميع أجهزة الدولة حرامية. البلد ضايعة كلها، مفيش قيادات في البلد، حرقوا القيادات، مفيش طف تاني. الناس المحترمة ولعوا فيهم وطلعوهم وعدوا الحرامية وتنطوي الحرامي اللي قاعد هناك. احنا محتاجين لخبط المحامين، الانتخابات قربت، حتى انتوا مين؟ احنا عاوزين واحد محترم، مش عاوزين الحرامية اللي هناك بيقولوا حتى انتوا محمد كامل. طب ما موجود اللي احسن منه اللي تبعك لسانته، قولوا لنا مين عشان نقعد معاه من دلوقتي. المهم ننتخب الشيخ حازم، ننتخب الشيخ حازم، جاي جاي ننتخب الشيخ حازم، جاي جاي باذن الله ننتخب الشيخ حازم، ننتخب الشيخ حازم، قول لنا مع الشيخ حازم امانة فيه، امن مصر فيه يا شيخ حازم. شوفونا خط المحامين يا شيخ حازم، يا شيخ حازم، يا شيخ حازم، شوفونا مين يجي من الإخوان، احنا هنأيده، بلاش الحرامية، احنا معاه، وانا بقولك انا معاه اهو. حازم صلاح واسماعيل رجل أمة ومش رجل طائفة ولا حزب ولا لا لا لا، احنا معاك في كل حتة وفي كل مكان، وهنقاتل عشان تيجي، هنقاتل، احنا عندنا استعداد تستشهد في سبيل ان البلد تتعدل. احنا جايين من غير ما اي حاجه ولا غير اشارك حاجه الحكم اللي طلب باذن الله، حق باذن الله، عندنا شريعه اسلاميه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا شخص يا شيخ، يا شيخ في عندك عمر نص ساعه ولا ساعه صحابه بعد ساعه عمر في بعد ساعه مفيش اي كلام للصحابه بعد ساعه. اللي عاوز يصور يصور، يقف هناك كله. طب ايه واقفه احتجاجيه؟ مين دي واقفه احتجاجيه؟ مين واقفه احتجاجيه؟ ماشي بس على عندنا عشان انا هم كمان ساعه لما استرد عفيفه. انا بس يا شيخ صلاح إذا الشعب وافق يبقى خلاص احبنا الصور، لا الصور بيبحثوا هذا الموضوع من دول وهي هذا الموضوع. بس مشكلتي في ايه؟ ان بلدنا عايزين عملوا 88 مليون ائتلاف و8 مليون حزب و8 مليون رئيس، كل واحد عايز يبقى رئيس نفسه، عايزين نوحدهم على حاجه واحده، عايزين نتوحد على فكر واحد، نبني بلدنا، نبني بلدنا صح، ننظف بلدنا، ندافع صح، نحط اسس سليمه صح، بعايز اسلوب غلط. انا عامل لو سعادتك كانت كلمه عايزين كلمه ثانيه، انا واحد منهم، لكن ليا رؤيه. نعمل ايه في مجلس الشعب؟ نعمل ايه في القوانين؟ نعمل ايه في كل حاجه عندنا الراي فيها؟ خد راحتك. ارجع ورا شويه، ممكن نرجع ورا بس شويه.
والدك من قبله من سنة 77 وكنت معاه في الانتخابات ونجحناه ضد عبد الصمد الشيوعي سنة 7 في مدرسة وردان الإعدادية. أنا كنت رئيس اللجان هناك نجحناه كل العالم نجحت. أبوك الله يرحمه وأبوك كان بيخمم الشريعة الإسلامية. حد من عندنا في المنيا أيده حضرتك بنسبة مش 100% والله العظيم لسه جاي من المنيا. بص حضرتك والله حتى الستات اللي في الفلاحين قربوا حطوا على زير طلعوا عمرهم كرام اهل المنيا. ما ينفعش صوره مع حضرتك قوي الله يكرمك. انا استاذنك احنا كنا اللجان بتاعه الفيوم اللي جت على وردان الاعداديه. استاذ حازم صح فعلا والله احنا وقفنا مع عبد منها وضرب علينا نار. ربنا يكرمك بركه فيك جزاك الله خير. جزاك الله خير. سوقكم لا تنفعهم بلال حزب وطني في الانتخابات. يعني هنرجع للي فات. مش هنفوت على انتخابات. ما تعبان لازم يتكلم. اقعد في الارض يا جدع.